نرحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة لليوم من برنامجكم مخبر المتميزين. اليوم مثل ما عودناكم بكل حلقة رح يكون معنا طلاب جدد وأفكار جديدة وعين جديدة لحتى نقوم بدراسة عملية تجريبية على المجسم اليوم وعلى العينة الحية المرافقة لهذا المجسم. ولكن ما هي هذه العينة وما هو هذا المجسم؟ بمعنى ماذا سوف نتحدث في حلقة هذا اليوم؟ ابقوا معنا حتى نتعرف أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل القصير سوف نبدأ. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. طبعا مشاهدينا بدي رحب فيكم من جديد بعد هذا الفاصل السريع. رجعنا لكم لحتى نبدا حلقتنا لليوم من برنامجكم مخبر المتميزين. اليوم اخترنا لكم تجربه بمخبر علم الاحياء، طبعا من منهاج علم الاحياء لطلاب المركز الوطني للمتميزين. طبعا اليوم تجربتنا رح تكون حول دراسه مورفولوجيه او شكليه للدماغ وايضا تشريحيه للدماغ، واللي رح يقوم بتشريح الدماغ احد الطلاب الموجودين بالف بداخل مخبر علم الأحياء اللي احنا هلأ موجودين على باب المخبر واللي رح ندخله بعد قليل. الدماغ مثل ما بنعرف مشاهدينا بأنه أكبر عضو وعضو هام جدا في جسم الإنسان. طبعا بواسطة الدماغ كما يقال يقوم بالإشراف والسيطرة على جميع الوظائف الحيوية الأخرى، وإذا حدث عطب ما في هذا العضو بالتأكيد سوف تتعطل الكثير من العمليات الحيوية في جسم الإنسان وربما تحدث الوفاة أحيانا. بكل الأحوال مشاهدينا رح أدخل المخبر لحتى نبدأ حلقتنا مباشرة، ولكن لابد من أن نتوقف بدقائق مع تقرير مفصل عن آلية عمل الدماغ، وأيضا سوف نتعرف إلى أيضا دراسة وصفية لهذا العضو. ابقوا معنا مشاهدينا، أهلا بكم. يوجد ضمن الجمجمة، وهو العضو الذي يتحكم بالجهاز العصبي المركزي للإنسان عن طريق الأعصاب، وبهذا يكون عملياً المنظمة لجميع فعاليات الإنسان تقريباً، حيث إن الأفعال البشرية اللا إرادية أو ما يدعى بالأفعال الدنيا مثل سرعة القلب، التنفس والهضم فيتم التحكم بها عن طريق الدماغ لا شعورياً، وبشكل خاص عن طريق الجهاز العصبي التلقائي. أما الفعاليات العقلية العليا أو المعقدة مثل التفكير الاستنتاج والتجريد فيتم التحكم بها بشكل واع إرادي. ينقسم الدماغ إلى ثلاثة أجزاء، وهي الدماغ الأمامي، الدماغ المتوسط، والدماغ الخلفي. الدماغ الأمامي يتضمن فصوصاً عدة من القشرة المخية التي تتحكم في الوظائف العليا، في حين يتدخل الدماغ المتوسط والخلفي في الوظائف التلقائية أو اللاشعورية. يكتشف للدماغ في الوقت الحاضر إمكانيات جديدة كل يوم، وما نعرفه جميعاً أن هذا الجهاز هو الذي يميز الصنف البشري، وبواسطته يمكن للإنسان التميز والإحساس مثل الرؤية والشم والسمع والتذوق والتفكير، وإعطاء الناس القدرة على الإبداع الفني واللغة والكلام وتكوين جمل والتفكير العقلاني، كما أنه مسؤول عن شخصية كل فرد وتصرفاته وحركاته. كل هذا يأتي من كتلة من الدهون والبروتينات وزنها نحو كيلوغرام و400 جرام، وهو مع ذلك واحد من أكبر أجهزة الجسم، ويتألف من خلايا عصبية يبلغ عددها نحو 100 مليار خلية متصلة ببعضها بعضاً عن طريق نحو 100,000 مليار تشابك عصبي. بعض الخلايا العصبية لا تعمل في تلقي المعلومات فحسب، بل أيضاً في تنظيم الأفكار وتخزينها. وعلينا أن ندرك أن دماغ الإنسان في تركيبه وقدراته يفوق تركيب الكون كله.
طبعا مشاهدينا، بعد هذا التقرير السريع اللي تعرفنا فيه على الدماغ كدراسة وصفية وشكلية وحتى كأقسام وأجزاء داخلية، اليوم أنا رح أتوقف مع مجموعة من الطلاب لحتى نقوم بتجربة عملية عن تشريح الدماغ. بس قبل هاي التجربة أكيد رح يكون في إلنا شرح مفصل نظري على المجسم والعينة الاصطناعية الموجودة لحتى ننتقل بعدها للعينة الحية المنقوعة بالفورمول مثل ما رح تتابعونا. بس بالبداية أنا حابب رحب بضيوف اليوم بالتجربة وبالحلقة، جميل عفوا علاء وجميل وآية وبشرة، أنتوا اليوم رح تكونوا ضيوفنا بهاي الفقرة. علاء، اليوم أنت خلينا نحكي رح تقوم أو تساهم بجزء كبير بالشرح العملي. درس الدماغ، هذا الدرس يعني بتحسه أنت صعب ولا سهل، ولا كيف نظرتك لهذا البحث؟ هلا صراحة درس الدماغ أو الدماغ الجهاز العصبي بشكل عام هو من أعقد الأجهزة الموجودة بالجسم، بس دائما الأدوات والمواد الموجودة بالمخبر بتساعدنا بتسهل الفهم، تمام، بتوصل تمام الفكرة بشكل أسهل، طيب بتخزن أسرع بذاكرة. تمام، ليش الطلاب برأيك بينظروا للبحث هذا بأنه صعب أو أنه مثلا كتير كثيف أو بده تركيز أو بيعانوا شوي منه؟ طبعا مثل ما قلت لك، هو من أعقد أنه الجهاز العصبي من أعقد الأجهزة الموجودة بالجسم، بس وفي معلومات كثير متشابهه، حتى غير انه يعني كثره المعلومات متشابهه. قد ايه بده تركيز عالي هالشغل منكم؟ اكيد اكيد بحاجه لتركيز واعاده اكثر من مره لحتى الواحد انه يحسن يفرق بين ما انه صحيح يفرق بين المعلومات المتشابهة بدرجة أولى لحتى يوصل للفكرة بصورة سلسة وطبيعية. على كل يعني نحن رح نترككم تقوموا بالتجربة والدراسة العملية أنت ورفقاتك وحتى تفيدونا بهاي التجربة لليوم. إنما هيك بصورة سريعة، يعني شو بتتوقع أنك أنت تستفيد اليوم من هاي التجربة؟ هلا بشكل عام هي جلسة تشريح عن الدماغ، تمام، فنحن بدنا نتعرف على كل أقسامه. هو الجهاز العصبي المحيط المركزي هذا، نعم. فنحن لما نتعامل معه بطريقة ملموسة، فنحن صحيح. هلا مفروض انه بده يرسخ المعلومة اللي أخذناها نحن بالنظرة، تمام، وهذا هو الهدف الأساسي للمركز، وهيك من العمل الربط. المخبر العملي، تمام، وهيك بصير الربط بين المعلومات النظرية والعملية. والعملي على كل أنا رح أترككم هلا تباشروا شغلكم، وهلا رح البداية تكون معك علاء، وأنت هلا المدرس ونحن الطلاب لحتى ناخذ منكم معلومات. طبعا رح تفيدونا نحن والسادة اللي عم بيشوفونا عبر الشاشة التربوية بمخبر المتميزين. الكلام لكم، رح أترككم، اتفضلوا. طبعا نحن في عنا هالمجسم هذا، هذا المجسم بشكل بجسد المخ. طبعا هي عنا نصفي الكرة المخية، هذا الشق الأمامي الخلفي. في عنا الوجه الظهري للدماغ اللي بنشوف فيه نصفي الكرة المخية. طبعا هالشعيرات الدموية هي الحمراء، هي بتشكل الحاجز الدماغي الدموي. في عنا هون الوجه البطني للدماغ اللي بشكل فيه، بنشوف بنلاحظ هون عنا نصفي الكرة المخيخية والفص الدودة. في عنا هون البصلة السيسائية، الحدب الحلقية، السويقتان المخيتان من جوا. في عنا هون الغدة النخامية، في التصالب البصري ما كتير واضح لجوا. في هون باللون الأصفر الفصين الشمية. طبعا هلا بدنا نتعرف على البنية الداخلية للدماغ، فنحن بنشوف بنلاحظ لما بنعمل شق طولي بالدماغ بنلاحظ هون الجسم السفني، في عنا هون مثلث المخ، في عنا هي المهاد، طبعا هذا الوطاء، هون الغدة النخامية، في عنا طبعا الدماغ، جزء الدماغ بيتألف من البصلة السيسائية، الحدب الحلقية، والدماغ المتوسط اللي بيتألف من السويقتين المخيتين والحدبات التوأمية الأربعة. طبعا مثل ما ملاحظين انه المجسم هذا ما كتير فيه وضوح أو ما كتير واضح ودقيق، فلهيك منروح على العينة الحية مندرسها مع جميل وآية. شكرا.
نحن عندنا العينة الحية محفوظة بوعاء من الفورمول، هي المفترض تكون محفوظة لمدة 24 ساعة، بس لضيق الوقت ما انحفظت إلا معنا الساعة بس. طبعا العينة انحفظت بالفورمول مشان تتصلب، لأنه بالأساس النسيج العصبي نسيج هش، إذا أجرينا عليه عملية تشريح بده يكون ممكن يتخرب المناطق العصبية وتضيع الأقسام، ما عاد فينا نميزها عن بعضها. هاي هي العينة، هذا الوجه الظهري للدماغ، بأن هون نصفي كرة مخية بيقسمون السلم الأمامي الخلفي، بأن هون المخيخ، هون البصل السيسائي. أما بالنسبة للوجه البطني بيبين عنا الفصين الشميين، بس في منطقة من الوجه البطني تخربت أثناء انتزاع الدماغ. هاي أحد الفصين الشميين، هون تصالب الدماغ تصالب العصبين البصريين، عنا هون السويقتين المخيتين، هون الحدبة الحلقية، هاي بصل السيسائي. هلا رح نفصل طبعا السلم الامامي الخلفي نصفي الكره المخيه، نتعرف على القسم الداخلي للدماغ. طبعا بنتابع القص تبع الشق الامامي الخلفي، بدنا ننتبه لاستخدام المشرط تبع لقواعد السلامه الاخباريه. المشرط آلي حادي، ننتبه نحن عم نشرح نأذي أصابعنا. نستمر بالشق حتى تطلع معنا صفيحة بيضاء، هي الجسم السفني. وظيفة الجسم السفني ومثلث المخ اللي بيوقع تحته انه يربطوا نصفي الكرة المخية ببعضه. طلع معنا هذا مثلث المخ. طبعا من الوجه الظهري للدماغ بين شكله مثلث، طبعا لهالشي سموه مثلث المخ. اذا قصينا مثلث المخ طلع معنا الطينين الجانبيين، هذا البطين الأول، هذا البطين الجانبي الثاني، اثنيناتهم بيكونوا مليئين بالسائل الدماغي الشوكي الداخلي. بيظهر معنا بالمتابعة المهادين، هذا المهاد الأول، هذا المهاد الثاني. من بعد طبعا أشرنا للبطينات الجانبية، بمستوى البطينات لتحت نشوف المهادين، لورا نشوف الحدبات التوأمية الأربعة، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هون تكون الغدة الصنوبرية. إذا كفينا جهة المخيخ وعملنا شق طولي تبين معنا شجرة الحياة، اللي هي تفرعات للمادة البيضاء ضمن المادة الرمادية للمخيخ. في عنا هون تجويف، هو تجويف البطين الرابع، بنوصل مباشرة على قناة السيسة. طبعا ما كتير وضحت معنا الأقسام لأنه العين كتير هالشي، كان مفترض نحفظها بمدة أطول بالفورمول، بس لضيق الوقت مثل ما ذكرنا بداية التشريح أنه ما كان في مجال نحفظها إلا لبضع ساعات محدودة. طبعا كتنوي الأخير حبيت ألفت النظر للطبقة المغطاة الدماغ، هون بين في أوعية دموية هي بتشكل الحاجز الدماغي الدموي، كمقارنة بين قشرة المخ وداخل المخ شوف إنه قشرة المخ لونها رمادي وهي المادة الرمادية أو السنجابية، داخل المخ في عنا المادة البيضاء سميت بهذا الاسم طبعا لونها الأبيض.
وهيك بتكون خلصت تجربتنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. بحب اتشكر زملائي علاء، آية، وبشرى، شكرا لكم. أنا كمان بدي أتشكركم، كنا عم نتابع من خلف الكاميرا آلية تشريح الدماغ أو التجربة اللي أنتم قمتوا فيها، يعني واضح تماما كان في خطوات متسلسلة وكان في مراحل عملية خلينا نقول دقيقة. أكيد كلكم بتوافقوني بالرأي أنه هاي المراحل لما نحن نطلع عليها بشكل ميداني وبشكل عملي هي اللي رح تساهم مثل ما حكيت بالبداية على أنه بترسيخ المعلومة وتعزيزها بالدرجة الأولى. جميل، يعني كان التشريح والختام معك أنت ودراسة الأقسام الداخلية للدماغ. كل طالب يمكن بيلاقي شوية صعوبة بالدرس النظري، بس هلأ أنا حابب أتأكد منكم بعد نهاية التجربة العملية والدراسة العملية خلينا نقول بشفافية وبصدق وبصراحة، يعني نحكي أكثر أنه كيف أو شو استفدت أنت، شو أضافت لك للدرس النظري؟ هلأ أنا من هالتجربة طبعا عندي نقول صورة أو صورة مجسدة حي عن الأفكار النظرية، تمام، ترسخت، تعرفت لوظائفها كانت عندي أمامي وممكن بظن صعبة النسخ. يعني دائما برجع منأكد على فكرة أنه نقل المعلومة من المخيلة على أرض الواقع إن كان على عينة حية أو أنه مجسم أو مخطط هو اللي بيعزز المعلومة بالدرجة الأولى، ويمكن هذا اللي إحنا لمسنا من خلال إحنا مشاركاتكم ومتابعتنا للتجارب اللي أنتوا عم بتقوموا فيها. بتوافقني بهذا الرأي؟ أكيد بوافقك، بس الواحد صار عنده خلفية بصرية عن الأفكار النظرية اللي أخذها بالدرس النظري، وبس استخدم أكثر من حاسة لاستيعاب هالأفكار. نعم، ذكرت أنا أنه من الصعب ينساها وتترسخ مثل الجذور تصير. تمام، صحيح، وهذا هو الكلام الصح. بدي أتشكركم كثير بنهاية يعني هاي الفقرة من حلقة اليوم من مخبر المتميزين. بتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، وإن شاء الله إذا قلنا حظ نلتقي معكم بتجارب لاحقة مو بس بالعلوم بأكثر من مادة. شكرا لكم بشرى وأيضا جميل وعلاء وآية، بتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح بدراستكم. شكرا لكم. شكرا. طبعا مشاهدينا، بعد ما انتهينا من هذه التجربة وتعرفنا على رأي الطلاب وشفنا اندفاعا وحماسا بالعمل المخبري بتشريح الدماغ، أنا حابب أنه نتوقف مع مدرس المادة والمشرف العلمي لحتى نتعرف أكثر على رأيه وشو كان انطباعه بالعمل المخبري ومتابعته للطلاب أثناء سير التجربة اللي هي تشريح الدماغ. منشوف الأستاذ سوا ومنتعرف على آرائه ورأيه بالعمل اللي قاموا فيه، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. بعد ما أجرينا التجربة وانتهينا منها أستاذ نضال، كانت اليوم التجربة هي تحت عنوان تشريح الدماغ، يعني لاحظنا أنه الطلاب كانوا متفاعلين ومتناغمين مع العينة الحية وحتى مع المجسم، لأنه الشرح صار على المجسم والعينة الحية، ولاحظنا الطالب عم يشرح بكل ثقة وبكل هدوء. يعني قديش هذا من الضروري انه ممكن يخدم العملية التعليمية لما بتكون العينة الحية الحقيقية خلينا نقول موجودة بهذا المجال خلينا نقول امام الطالب. طبعا وجود العينة الحية كتير مهم وكتير بيجذب الطلاب وبيخليهم يستمتعوا بالجلسة. طبعا وجود المجسم كمان مفيد. طبعا المجسم ممكن ما يكون بدقة أو مصنع بدقة عالية، حتى بنفس الأبعاد تماما، فوجود العين الحية فهذا شيء كتير جيد ومهم، وبتلاحظ الطلاب بيندفعوا بيحاولوا كتير يتبعوا طبعا كل خطوات التشريح بدقة ويتعرفوا على كل الأقسام، طبعا مع استفساراتهم الدائمة أنه كل قسم اسمه ممكن وظيفته، فهذا الشيء كتير مهم وجود العينة الحية بالجلسة العملية. بما أنه أستاذ نضال ذكرت بأنه الأهمية الكبرى يعني بيكتسب الطالب والفائدة الكبرى من العينة الحية، فأكيد العينات دائما بتكون مترافقة مع أشكال توضيحية، كمان قد من الضروري أنه الطالب هو يتخيل ويرسم شكل توضيحي للشيء اللي عم يدرسه. أكيد الأشكال التوضيحية ضرورية جدا، الطالب بيشوفها بالجلسة النظرية. هلا خلال التقرير العملي مع التشريح نحن بنطلب ارسم العينة او ارسم ما تشاهده،
فأكيد الرسم ضروري. كمان بيكتسب بهالحالة الطالب مهارة الرسم. الصور التوضيحية هامة مرافقة أيضا وبتساند العينة الحية اللي هي أكيد الأساس بجلسة العملية. بدي أتشكرك أستاذ نضال، اليوم أنت يعني قدمت لنا طلاب فعلا كانوا متميزين وشرحوا التجربة تشريح الدماغ بطريقة يعني مميزة وبسيطة بنفس الوقت. يعني بتمنى لكم دائما التوفيق بعملكم. جزيل الشكر من جديد لك أستاذ نضال. بشكرك أستاذ أحمد وبشكر كادر التربوي السورية طبعا، وأيضا شكرا لبرنامجكم مخبر المتميزين. طبعا مشاهدينا نحن مثل ما كان بهمنا أن نتعرف على رأي الأستاذ، أيضا رح ينضم لنا الطالب جميل اللي قام بتجربة تشريح الدماغ واللي هلأ هو موجود معنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير لحتى نتعرف أكثر على جميل عن قرب وندردش معه أكثر على طريقته وأسلوبه بالدراسة وبالحياة بالمركز الوطني للمتميزين. ابقوا معنا. بعد الفاصل السريع رجعنا لكم مشاهدينا وانضم لنا الطالب جميل منصورة اللي قام بتجربة تشريح الدماغ واللي شاركنا اليوم بالحلقة. بدي رحب فيك جميل وقل لك يعطيك العافية. وببداية حواري معك أنا حابب هيك أعرف منك ليش أنت حبيت تجي للمركز الوطني للمتميزين؟ هلا عن المركز، من وقت اللي كنت تاسع أنا عرفوا أهلي فيه وعرفوني فيه ودائما كانوا مشجعين للدخول لإله. ما حبوا يخسروني بظل هالأزمة بوضع المدارس العامة، وحسوه هو الخيار الأمثل لاستثمار الجهد ولتوفير الوقت وتنظيمه وإدارته بتنمية المهارات اللي عندي بتنمية الثقة بالمعلومات والمستوى العلمي. نعم. والقدرات اللي عندي. نعم. لما دخلت وصرت عضو بالمركز وطالب بالمركز الوطني جميل، يعني أكثر شيء لفتك بالمركز؟ هلا اكثر شيء لفتني هو الاهتمام العلمي والمستوى العلمي لكل طالب من كذا منحى، من ناحيه البحث او التكرار او التنويع بطريقه ايصال المهارات والمعلومات المطلوبه. بالنهايه انه من احد اهم ابرز او اهم وابرز القابه للمركز انه هو مركز بحثي مصغر بسوريا. صحيح. يستقطب الطلاب او الباحثين الصغار هسه وبيحطهم بمرحله مستقبليه من البحث العلمي، فكان هي اكثر شيء صراحه. اضافه رغم انه مركز بحثي فهو ما مهمل المهارات او وتنميتها سواء كانت رياضيه او موسيقيه، واي مجال ممكن الطالب يضيفه انه يكون مثلا هو عنده ما موجود بالمركز فيه يقترحه، ما عندنا مشكله انه يتنمى له ويعتنى في المركز بالتعامل تماما في اي معرقلات اذا كان في يشتغل عليها. رسالة بتوجهها للطلاب اللي بيحبوا ينضموا للمركز والطلاب بشكل عام وين ما كانوا لحتى يضلوا هن متفوقين؟ كرسالة مني للطلاب اللي جايين او موجودين حاليا بالمركز انه تعوا حاملين كم كبير من الصبر والجلال، لا تجوا متأملين التسلية المطلقة، تعوا فضوا روحكم وشغفكم للعلم والتدبير العلمي والبحث. شكرا لك جميل، بتمنى انه فعلا انك تكون طالب متميز وانه يكون مستقبلك ان شاء الله متميز وتحقق طموحك واهدافك العلميه اللي انت عم تسعى لها من خلال المركز الوطني للمتميزين ودراستك بهذا المركز. الف شكر لحضرتك. شكرا. طبعا الشكر موصول بكم مشاهدينا لمتابعتكم حلقة اليوم من برنامجكم مخبر المتميزين. نلتقي معكم غدا مع فكرة جديدة وتجربة جديدة وطالب جديد وآراء جديدة. مع كل المحبة، إلى اللقاء.